السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر محمد والنهاردة هنتكلم عن الفيديو. ببساطة كده الفيديو هو أحسن أداة لتوصيل المعلومات في المالتي ميديا، وبالديسكتوب تولز الهاي كواليتي بتتعمل وكمان ينفع تتعدل. الديجيتال فيديو بيطلع منه منتجات ممتازة وبتكلفة بسيطة جدا، والديجيتال فيديو طبعا بيطلع من الفيديو كابتشر والإديتنج والبلاي باك. وانواع الفيديو سيجنال هي الانالوج فيديو والديجيتال فيديو. طب ايه هو الانالوج فيديو ده؟ الانالوج فيديو بيبقى ريكوردد كاشاره، ولسه بنستخدمه علشان في فيديوهات لسه موجوده او معمول لها سيف في الانالوج فورم. نيجي بقى للديس ادفانتجز بتاعت الانالوج فيديو. الكواليتي بتقل بعد استخدام التيب اكتر من مره، ومش سهل تخزن الفيديو لانه بيتأثر بالرطوبة او التراب. عندنا بقى امثلة الانالوج فورمات هو ال VHS وال SVHS، وانا جبت لكم VHS تيب اهو، ده بيبقى عامل كده التيب، وهو يعني هو كان كويس بس مش عارف لقيته اتقطع، ده المفروض دي تبقى واصلة هنا، فجيت اشغله ما اشتغلش. ومن هنا كده من الناحية التانية كمان التراب بيخش فالتيب مش بيشتغل. نيجي بقى للديجيتال فيديو. الديجيتال فيديو بقى الكواليتي بتاعته مش بتقل خالص مهما حصل ايه، علشان مش بيحصلها كونفرجن زي الانالوج فيديو، وبتستخدم اي كاميرا بروفيشنال او حتى كاميرا الموبايل عشان تصور الديجيتال فيديو. بتعمل سيف للديجيتال فيديو في اي فورم، في اي ميموري فورم زي الفلاشه او تيب او ممكن حتى ميموري كارد. وفي معظم المالتي ميديا ابلكيشنز بتكون الفيديو سيجنالز لازم تبقى ديجيتال. ليه؟ عشان تعمل ستور على الميموري، وبرضو عشان لو جيت تعملها اديت او تدمجها مع اني اذر ميديا تايب. ملخص بسيط كده نقدر نقول ان الديجيتال فيديو هو فلكسبل اند واي بيتر ذان ذا انالوج فيديو. وبكده نكون خلصنا، وان شاء الله تكونوا فهمتوا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.